في مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الفلسطيني، أول مرة أنا أتخلف عنهما للمنتخب، لأن صار نفس اليوم، هي نفس المباراة نفس اليوم مع منتخب العراق وفلسطين، ما أقدر أروح لأن القوة الجوية أبدأ ومباراة آسيوية صعبة، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم على المدرجات. كل الروابط اللي يحب العراق من أجل ما تشتغل بقوة جوية محليا، الجوية عراقيا، يلا تعالوا نشجع القوة الجوية الآسيوي. يعني هذا عايد رئيس رابط مشجعين الشرطة يقول كلنا كلنا هيا بقى كل قوة جوية. يلا مع السلامة، يلا يلا مع السلامة، يلا قوة نجيكم لغاد وكل قوة جوية العراق، وخلي بوتون المنقوطين اقطع مدعاة انتخابية افلت.